رسالة مهمة إلى مرضى السكر والناس الطبيعيين اللي ما عندهمش السكر عن السكري. في حاجات لو عملتها مش هيجيلك سكر، ولو أنت يعني عندك سكر هيختفي من عندك تماما وهتتعافى منه إلى الأبد. أولا يعني حاول تظبط الوزن، لو كان وزنك زايد أو عندك سمنة لازم تتخلص منها، وده بيكون بعمل صيام متقطع يوميا أو حتى يوم بعد يوم أو يومين في الأسبوع. بتقلل أكل النشويات والمخبوزات والعيش الفينو وأي عيش أبيض، وبتمنع السكر بتاع الأكل تماما، وبتكتر من أكل الخضروات، والنظام ده بتستمر عليه مدى الحياة. ثانيا لازم تعمل رياضة أو تعمل أي مجهود بدني يوميا، أو حتى تمشي نص ساعة أو ساعة يوميا. ثالثا يعني لو كان جالك سكر لازم تعالجه مبكرا، يعني تحلل السكر كل شهر، أو يعني لو أنت حسيت بأي أعراض، علشان أول ما نسبة السكر ترتفع عندك نعالجها بسرعة. رابعا لو فيه زيادة في الكوليسترول لازم نظبطه. خامسا لو بتدخن لازم تبطل التدخين، لأن التدخين له دور في زيادة نسبة السكر، وكمان له دور مهم في ظهور المضاعفات بتاعة السكر مبكرا لو أنت عندك سكر. خامسا لو عندك أي مرض مزمن زي الضغط لازم يتظبط. سادسا يعني والنقطة دي مهمة جدا، وهي العامل النفسي زي القلق والتوتر وانشغال البال المستمر لازم يتظبط، لأن النقطة دي مهمة جدا في رفع نسبة السكر في الدم. سابعا والنقطة دي مهمة جدا برضك، وهي النوم مبكرا وعدم السهر وإعطاء الجسم قسط وافر من الراحة. طبعا التعليمات دي إن شاء الله بنستمر عليها طول العمر، واللي عنده سكر إن شاء الله هينخفض، والإنسان الطبيعي مش هيجيله سكر. شكرا لكم وإلى اللقاء.